هيقابله فريق هنتكلم عنه في وقتها لما نيجي نتكلم في الفنيات، فريق من اقوى الفرق اللي انت هتقابلها من الناحيه الهجوميه، لازم تبقى مركز معاه مليون في الميه مش 100%. وبالتالي عندنا طموح، عندنا كل حاجه، ولكن محتاجين ان الفرقه تركز. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، الفرقه مش مركزه، الفرقه مركزه 200% 200 و300%، لان ده الهدف اسلام. يعني فرحنا كلنا بمباراه الاتحاد، لكن لما تيجي تسال البعثه وانت مسافر قبل ما تروح السعوديه، ايه هدفكم رايحين ليه؟ رايحين عشان نكسر حاجز البرونزيه ونوصل من اول يوم. صح، فده التارجت. وانا عجبني جدا كلمه انت قلتها، احنا لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه. صحيح، يعني الجزء ده مهم جدا، ان طموح اللعيبه الوصول للمباراه النهائيه، وده التارجت بتاعنا. وفوزنا طبعا للاتحاد ادانا فاليو كبير جدا جدا. وطبعا الصوره اللي قدامنا دي صوره، يعني صوره تاريخيه. يعني الحقيقه وجود الكابتن حسن حمدي موجود وبيدعم وبيتفرج على الفريق مع الاسطوره الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي، حقيقه برضو ده نوع من انواع. طبعا معاهم القنصل برضو احمد عبد المجيد. صحيح، القنصل العام لمصري في جده. يعني طبيعي، يعني صوره كمان لما الناس تقول انتوا بقى بتقولوا جيل بيسلم جيل، يعني الكلام هو ده، هي دي الصوره، صوره النادي الاهلي، صوره النادي الاهلي. الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق مع الكابتن محمود رئيس النادي الاهلي الحالي، وهتلاقي بعد كده صور كابتن محمود رئيس النادي السابق مع اللي جاي. يعني هو ده النادي الاهلي، وهو ده تاريخ النادي الاهلي. والحقيقه كل رموز النادي الاهلي ما بتتاخرش في دعم فرقتها. صحيح، يعني وجود الكابتن حسن حمدي ده كمان اكيد هيضيف نوع من انواع الطاقه الايجابيه للفرقه، وجوده مع الفرقه اكيد هيضيف كمان لطموحات الفريق، لان طبعا اسم كمان كبير جدا جدا. حقيقي، في تاريخ النادي الاهلي.